الاب ديال التوامين الولد والبنت اللي الولد متوفي دابا والبنت في العنايه المركزه. القصه بدات من النهار اللي جبت المدام ديالي هنايا باش تولد هنا في المستشفى ديال المصحه ديال الليمون. احنا بدورنا احنا كنتيقوا في هذه المصحه يعني اللي كانت عندها واحد السمعه زوينه. جبتها. المهم تبعت ليها هنايا ولدات هنايا ولدات بالسبت هذا السبت هذا اللي فات ولدات لي بيبي بجوج في حاله صحيه جيده. درنا لهم لي زاناليز التحاليل يعني ما عندهم والو كلشي مزيان يعني محتاجين ما كانت فيهم حتى شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. وقعت الواقعه نهار الاثنين داك الصباح انا كنت عندها جيت جبت ليها الفطور ديالها بحال ديما الصباح فوقيت الزياره شفت الوليدات ديالي هضرت معاهم يعني لعبت معاهم شفتهم هكذا دبستهم حطيتهم صافي سالات الزياره مشيت انا في حالي للدار باش عاوتاني نرجع عندها في الوقت ديال الغداء باش نجيب ليها الغداء ديالها. الا انني كنتلقى واحد الاتصال من عند الزوجه ديالي كتصوني عليا كنقول لها نعم كنلقاها كتغوت كتقول لي عجق ليا ولادي ما عرفتش اش داو فيهم داو لهم شي شوكه راهم زراقو راه بطوم كيجري وما ما وهي مع فاتحه سيزاريا ما تقدرش تنوض ديك الساعه. صافي جيت انا كنجري لقيت السبيطار مقلوب ما كيخليوش الناس يدخلوا الاباء ديال الرضع الاخرين اللي حتى هما تحقنوا بنفس الحقنه حتى هما ما خلاوهمش يدخلوا. استطعت انني انا ندخل يعني بقيت كنغوت هذا باش نشوف شنو كاين شنو واقع شنو كيديروا تما. دخلت لقيت الابن ديالي بوحدو في واحد الغرفه هذاك يعني مات من الاول واحد اللون ديالو ديال البشره اللي لون ماشي ابيض او لا هذا اللون زرق يعني لون غير عادي. صافي يعني بقيت كنبكي شفت هذاك المنظر هكذاك ديال الابن ديالي هو هكذاك يعني ملائكه كتشوف فيها صغيره هو بداك الشكل وبداك الطريقه. معايا واحد السيد كيصبرني كيقول لي ما قدرتش نقول لك كنقول ليه غير قول لي راه مات قال لي البركه في راسك. صافي ما لقيت ما نقول صافي وليت كنقلب على البنت ديالي الاخرى نشوف غير فين كاينه واش هي باقيه على قيد الحياه او لا ماتت. كيديني عندها دخلنا لواحد الغرفه تما شفت ان الابن ديالي كيدوي لديك الاسعافات الاوليه واخا هو ما كاينش امكانيات عندهم تما صراحه ديال الاسعافات الاوليه. بعد ما جات عاد باش بعد ما جات عيطوا لي بيديات خلي في بنو سينا هما اللي جاوا لهنايا يعني على وجه الصعوبه. صافي بقينا هنايا يعني بواحد الحاله هيستيريه كلشي كيبكي كلشي مخلوع كلشي كيغوت هذا اللي كاين. صافي دابا هما داوهم العنايه المركزه يعني داوهم. دخلت الابنه ديالي واحد الحاله يعني اللي شافها غادي تبقى فيه واللي عنده الوليدات غادي الحاله ديالها دابا غادا في تحسن ولكن على ما كيقولوا بعض الاطباء بان هذيك الوقيته الاكسجين ما بقاش كيدور لهم لا في الدماغ ولا في الجسم ديالهم يعني بطبيعه الحال غادي يكون عندهم تاثير على ما كيقولوا ان غادي يكون عندهم تاثير في الدماغ ديالهم يعني وحنا ما عارفين شنو غادي يكون واش غادي تكون اعاقه واش غيكون شلل واش غادي يكون واش كل اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. لحد الان ما كاين حتى شي استفسار اللي كنسولوه في المسؤولين كيقول لك راه التحقيقات والقضاء هو اللي كيحقق في هذا الشيء هو اللي غادي يعطيكم النتيجه في الاخير يعني الاطباء كل واحد او الممرضين كل واحد ما كيقدرش يقول شنو عنده حيت ما يقدرش كل واحد ما عرفتش علاش ما بغاوش شنو المغزى ما عرفتش علاش ما بغاوش يقولوا شنو كاين يعني كلشي كيتهرب. حنا لحد الان راه باقي كنتسناو والقضاء راه كياخذ المجال القانوني ديالو وحنا حنا كذلك حنا راه بدينا في المراحل القانونيه والاجراءات القانونيه اللي حنا خصنا حتى حنا نديرو. حنا كنطالبوا يعني بالحق ديالنا في الابن ديالنا اللي ضاع يعني راه الام ديالو اصلا الحاله النفسيه ديالها الان الا شفتوها حنا الان دابا حنا غادي نشوفوا لها واحد الطبيب يعني حيت الحاله النفسيه ديال الام راه ماشي ساهل باش تكون عامله بواحد التوام وفي الاخير ما غاديش ما تلقى قدامها والو. كنطالبوا بان يعني حقنا يتخاد في هذا الطفل هذا اللي مات.
وعاد عاوتاني حقنا في هاد البنت هذا الرضيعه اللي باقا لحد الان في العنايه المركزه اللي ما عرفناش المصير ديالها شنو كيفاش غادي يكون. وكنتمناو بان المسؤولين يحاسبوا كل واحد كانت عنده صله بهذا الفعل هذا وبهذا الشيء اللي دار الاطفال اللي هما غير ملائكه يعني ما كيعرفوا والو ما كيهضروا ما كيديروا. يلاه عنده يومين او نهار او ثلاث ايام كضرب لي فاكسان يعني ما عرفناش هذا الفاكسان ديالاش واش خاصو هذا الفاكسان تضرب ليه في هذه الوقيته ولا ما تضربش، واش هذا الفاكسان بيريمي ولا ماشي واش جديده ولا بيريمي، واش هذا الفاكسان ديال شي حد شي شخص اخر اولا ديال الام وبلاص ما يديروها الام اولا هذا داوها البيبي. باقي ما عرفناش لحد الان، حنا باقي ما عندنا حتى شي تفسير لهذا الشيء. كنتسناو حنا كنتسناو التقارير هما اللي غادي يقولوا لنا شنو كاين في هذا الحدث هذا اللي وقع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.